يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارز ورجع لكم بمقطع جديد من اليوم بنتكلم عن حرمية الكفرات في المدرسة. أكيد سمعت عنهم إذا أنت متابع للقصص اللي نزلتها عن المدرسة المتوسطة. قبل ما نبدأ في المقطع لا تنسى تشترك في القناة إذا ما أنت مشترك يا رجال. أعطي أم الزر الأحمر بوكس من قوته يصير أبيض فجر جده. خلونا نبدأ في المقطع يا رجال. المهم حرمية الكفرات دول كانوا من أكبر التجار في مدرستنا، تمام؟ صح إنه تجارتهم ما هي حلال بس على الأقل كانوا يتعاملوا بشرف كويس، يعني تقدر تمشي عندهم وتدفع لهم عشان يجيبوا لك أي جنوط تبغاها ويجيبوا لك هي. كانوا يتعاملوا بدقة ومواعيد، تسلمهم الفلوس ويعطوك موعد التسليم يومين ثلاثة أربع أيام، يعطوك زمن محدد يسلموك فيه كل اللي تبغاه. ما قد شفت حرمية بشرف والتزام زي كذا في حياتي. كان باقي يفتحوا شركة بس نص الشعب في المدرسة كانوا يحاولوا يكونوا كويسين مع حرمية الكفرات عشان لا يسرقوا كفراتهم. لو طالعت فيهم غلط ولا مريت من جنبهم بدون ما تسلم يمكن ترجع بيتك بدون كفرات. لازم تكون طيب معاهم، والمشكلة انه ما حد كان يقدر يثبت عليهم اي حاجة. يعني قول مثلا ضاربت معاهم واليوم الثاني كفرات سيارتك فجأة كذا اختفت، سبحان الله. فاهم؟ انت عارف كل الناس عارفين حرمية الكفرات، عارفين كل الناس عارفين انه حرمية الكفرات هم اللي شالوها، بس كيف تقدر تأكد الشيء ده؟ ما تقدر، خلاص كفراتك اختفت للأبد، بترجع البيت بدراجة. لو انت حطيت في سيارتك كاميرا عشان تصورهم بيشيلوا الكاميرا، اذا حطيت جهاز انذار بيفكوها بشويش عشان لا يشتغل، اذا وقفتها تحت بيت فيه له كاميرات بينتظروا اللي انت وقفها في مكان ثاني عشان يشيلوها، ما تقدر تشرد منهم. سيارات الطلاب في المدرسة الايام ذي كانت غريبة صح، تلقى واحد معاه كراسيدة ومركب جنوط جيمس، واحد معاه خردة ومركب جنوط اسكاليت، واحد معاه ونيت مركب فيه شاشة، حاجات ما تشوفها الا في مدرستنا. إذا شفت الحاجة دي تعرف على طول إنه البزنس شغال تمام مع حرمية الكفرات، وبرضه تزيد ثقتك فيهم لأنه الزباين قاعدين يستلموا بضاعتهم. كنا نسميهم حرمية كفرات بس هم كانوا متعددين التخصصات، تمام؟ عندهم مسجلات، سماعات، شاشات، كانوا أكبر من تويوتا وهيونداي مع بعض، تمام؟ بس المشكلة إنه حرمية الكفرات كانوا دائما يصلوا في الصف الأول في المدرسة، ما أدري ذي كيف مشكلة، بس ما هم منافقين زي بني قريظة، هم يصلوا من جد. بعد ما تخلص الصلاة طالع فيهم تلقاهم يطلعوا السبحة ويستغفروا ويدعوا. مو انتوا اللي سرقتوا كفرات الإمام قبل شهرين؟ كنا نصدم من الحاجة دي، بس في نفس الوقت عارفين كيف تفكير حرمية الكفرات دولة فتخف الصدمة شويتين. كنا مصدقين انه حرمية الكفرات دولة يصلوا في الصف الأول بعد ما يسرقوا كفرات ويستغفروا ويدعوا ربهم انه يغفر لهم لأنهم سرقوا، وبعدها يطلعوا في الظهر مرة ثانية ويسرقوا كفرات ويصلوا ويستغفروا في العصر وزي كذا. كانوا يحسبوا الدعاء يشتغل زي كذا، يسرقوا يستغفروا، يسرقوا يستغفروا، بعدها يسرقوا مرة ثانية. حرمية الكفرات دول كانوا من أغبى الطلاب في المدرسة كاملة، فاهمين في البزنس حقهم ومجال العمل اللي هم قاعدين فيه بس حمير في كل شيء ثاني. العيال كانوا يحاولوا يبنوا علاقات معاهم عشان ياخذوا كفرات مجانية، الدنيا كلها مصالح ما حد يقدر ينكر الشيء ده. يمكن لو مشيت معاهم بتاخذ كفرات مجانية، يمكن تشتري منهم كفر يعطوك كفرين مجانا، عشان كذا الشعب كلهم كانوا كويسين معاهم ما عدا تيريلا. تيريلا كان يكرههم كره وهم يكرهوه كره، ما فحد في العالم يقدر يكره تيريلا. تيريلا كان محبوب من الجميع، بس انا متأكد انهم كانوا يكرهوا تيريلا لانه يعطس كثير وعطسته السيئة الصح. تيريلا كان عنده اسوأ عطسة في العالم كله يا رجال، كل واحد لما يعطس يطلع ساوند افكت هاتشو هاتشا هاتشي، هذول الناس العاديين. اما تيريلا ذا كان عنده صوت فضائي يا رجال، لما يعطس ما تسمع الا ها ها المدرسة كلها كانت تتقزز من الصوت السيء المرعب ذا. والمكان اللي كنا نتكي فيه في الفسحة كان قريب من مكان حرمية الكفرات، فعشان كذا الذبذبات الصوتية اللي كان يطلعها تيريلا كانت تدخل في نص أذانيهم، ما أقدر ألومهم. العيال كانوا بيتضاربوا مع تيريلا أكثر من مرة بس عشان صوت عطسته ذي اللي تجي بدون إنذار. تلقانا نتكلم عن الاتحاد، شفت حركة محمد نور أمس؟ والله بدأ وربي اضرب جدك، ينسيك اي موضوع كنت تتكلم عنه ويخرب مزاجك 180 درجة. بعد ما يعطس يقول الحمد لله، ما حد كان يقول يرحمك الله يا رجال، الشعب كله غضبانين. الزبدة في يوم من الايام طلعنا من المدرسة في الصرفة ولقينا سيارة استاذ ما فيها كفرات، قلنا خلاص This is it، بنشرد المكسيك. الاستاذ بيكلم وزارة الداخلية وبيقفلوا المدرسة كاملة لين يطلعوا مين سرق الكفرات.
احنا كنا عارفين انه حرامية الكفرات هم اللي سرقوها، مستحيل ما في شخص ثاني يعرف يتعامل مع كفرات غيرهم، بس في نفس الوقت ما كنا متوقعين انه عندهم الجرأة ذي انه يسرقوا كفرات استاذ في المدرسة. كذا تخطوا الحدود بصراحة، هذا صار ارهاب بعد كذا. يمكن كلنا نمسك وننسجن 30 سنة لاننا معاهم في المدرسة، كنا مفجوعين من الشيء ده. بس اللي ما فهمناه لين دحين اننا شفناهم في الفسحة، يعني كانوا معانا في المدرسة، كيف شالوا كفرات الاستاذ في نفس اليوم ما حد يدري. هذه كانت عملية نوعية لسكواد الكفرات، اخذوا نقاط ريسبكت زيادة. المهم الطلاب بدأوا يتجمعوا على سيارة الاستاذ وبدأوا يطلعوا الاصوات دي. ما ادري، الطلاب كانوا يحبوا الدراما اكثر من اي شيء ثاني. في ذاك اليوم ما حد مشى البيت، تريلا طلع فشار بدأ ياكل، كل واحد اتجهز. كلنا كنا منتظرين الاستاذ يطلع عشان نشوف ردة فعله، يمكن يفسخ الثوب ويبدأ يتضارب مع الطلاب، يمكن يتصل على الشرطة والشرطة تجي ويطلعوا مسدسات ويقوم فيلم اكشن، ما حد يبغى يفوت اي شيء. حرامية الكفرات كانوا واقفين معانا عشان يشيلوا الشك عنهم، هذه كانت استراتيجيتهم تمام. واحنا منتظرين لقينا خزان طالع من باب المدرسة، قلنا دام ذيس از ات، فين الفشار؟ في النهاية ركب سيارته ومشى وسوى انه ما شاف شيء. اكيد يكره الاستاذ اللي انسرقت كفرات سيارته، شرب من الشاي حقه ولا شيء زي كذا، عشان كذا ما يهتم. خزان كان يحقد سريع، لو ما يكره الاستاذ ذا خزان ما كان بيفوت الفرصه، كان بيرسل خطاب لوزارة التربية والتعليم يطالب فيه بالسماح له بتعذيب الطلاب حتى الموت، دفنهم في ساحة المدرسة للعظة والعبرة، ما كان بيفوت الفرصة دي. المهم طلع الاستاذ من المدرسة، فجأة الطلاب كلهم سكتوا، ما تسمع الا صوت صراصير، منتظرين ردة فعله. الاستاذ قرب من السيارة وطالع فيها زي الناس، لقى كفراته ما هي موجودة. احنا كنا منتظرين اللحظة اللي يفسخ فيها الثوب ويشيل العقال ويبدأ يطارد المدرسة كاملة ويصير شيء زي سباق الثيران، حاجة فيها حماس. طالع في السيارة يمين يسار فوق تحت، في النهاية قال لا حول ولا قوة الا بالله، وركب مع استاذ ثاني وراح. وات؟ بس كذا؟ بس لا حول وبس نمشي؟ وات ذا شيت؟ كنا معصبين كاننا دافعين عشان نتفرج ايش بيصير، كاننا داخلين سينما ودافعين بس ما عرضوا الفيلم، الاستاذ خيب امالنا. المهم كل واحد مشى بيته وهو معصب لانه الاستاذ صبر وما قال ولا سوى اي حاجه. في اليوم اللي بعده حرمية الكفرات بدأ يوزعوا اعلانات. حرمية الكفرات دول كان عندهم عادات وتقاليد بعد ما يسرقوا، بعد ما يسرقوا كفرات كانوا يخلوا المدرسة كلها تعرف انهم سرقوا كفرات بس بدون ما يتكلموا. يعني هم يكلموا واحد معروف انه يسوي لك اعلانات مجانية في المدرسة، تكلموا على طول، يكلم كل واحد يعرفه وينتشر الخبر زي كذا. كنا نسميه قناة الجزيرة، الناس اللي زي كذا كانوا زي قنوات الاخبار، الناس يمشوا لهم عشان يعرفوا ايش صاير في المدرسة. فبدأوا الحرمية ينشروا الخبر ذا عشان يهايطوا ويأكدوا انه هم اللي سرقوا كفرات الاستاذ. الناس كانوا يسووا اي حاجة عشان يكسبوا نقاط الرسبكت، نقاط الرسبكت كانت اغلى من الفلوس في الايام ذيك. كم واحد ضحى بنفسه وانفصل عشان نقاط الرسبكت؟ كم واحد اخذ تعهد عشان نقاط الرسبكت؟ الناس كانوا يدوروا نقاط الرسبكت ذي بشق الانفس. الزبدة كل الناس كانوا عارفين انه هم اللي سرقوها بس هم حبوا يأكدوا الشيء ذا. بس كذا حبة حبة الخبر بدأ ينتشر بزيادة ووصل الاستاذ اللي انسرقت كفراته ما ادري كيف. فجأة لقينا الاستاذ واقف في الفسحة قاعد يسأل عن مين سرق الكفرات وما ادري ايش. احنا عارفين انه هو عارف مين سرق، في ناس علموه بس ما يقدر يثبت الشيء ذا. قاعد يسأل في الفسحة والمساجين كلهم سووا مجانين وما هم عارفين عن اي حاجة. مين المجنون اللي بيضحي بكفراته عشان يعلم الاستاذ عشان يمكن ياخذ شوية درجات؟ الكفرات اهم من الدرجات، الكلام ذا معروف. المهم الاستاذ ذا سأل 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 ما لقى احد يجاوب عليه، في النهاية قال بسألهم بنفسي، وقام استدعى حرمية الكفرات لمكتب المدير. كان مفروض يناديهم لمكتب خزان بس ما صار الشيء ذا، تأكدنا انه يمكن متضارب مع خزان ولا خزان ضربه. الاساطير كانت تقول انه خزان كان يضرب المدرسين اللي يشربوا من الشاي حقه بس ما قدرنا نتأكد من الشيء ذا. المهم استدعاهم لمكتب المدير وبدأ يقول للمدير انه شكله ذولا هم اللي سرقوا كفرات سيارتي وما ادري ايش. المدير بدأ يقول بس هذولا من جماعة الصف الاول، كيف يسرقوا كفرات؟ مو معقول، يعني كل الناس يشهدوا لهم بالخير، حرمية الكفرات ذولا كانوا مسوين استراتيجية جيدة الصح. الاستاذ بدا يقول انه في طلاب كثير يقولوا انهم حرمية الكفرات. الحرمية على طول ردوا وقالوا انه الطلاب قاعدين يتبلوا عليهم لانهم يكرهوهم بدون سبب ما ادري ايش. الاستاذ تحشر
بعدها الأستاذ ذا انجن وقال خلاص أوكي وطلع. احنا ما كنا قاعدين في مكتب المدير بس هذا اللي سمعناه من حرمية الكفرات. وزي ما قلت لكم الحرمية ذول الثقة، ايش اللي يخليهم يكذبوا؟ ما في سبب. واللي اكد الموضوع انهم قالوا انه الاستاذ قال لهم انه بيتصل على الشرطة، ومن جد جاب شرطة وتورطوا حرمية الكفرات، والمسكين اللواء اسامة تورط معاهم وهو مال ام صلاح في الموضوع. نص المدرسة دخلت في الهرجة. بس دي شكلي بخليها في جزء ثاني اذا تبغوني اكمل القصة دي، ورايا سحور الحين ما في وقت. اكتبوا لي تحت اذا تبغوني اكمل الجزء الثاني من القصة دي ولا نسحب عليها. اذا تبغوا يمكن نكملها في الاسبوع ذا، في اليومين الجاية، ثلاثة ايام الجاية. وبرضو لا تنسى تشترك في القناة اذا ما انت مشترك، نبغى نوصل 3 ملايين مشترك قبل العيد يا رجال. Look at the top of his head. والله البشر كل يوم يخيبوا أملي بزيادة.